السلام عليكم خوتي، مرة أخرى أنا مع خونا إبراهيم. خونا إبراهيم نشكرك على التواصل معنا وعلى صدد رحيبك. خويا إبراهيم، نتكلم على الجمعية العامة العادية للرابطة، ونتكلم على التصريح اللي قاله اليوم رئيس الرابطة. أنا لغة بدون مصطلح تاعي، ما نجمش نحيهم. اسمح لي خويا ابراهيم، انت ما تكش تقول انا نسمي رئيس الرابطه المنحرفه رومبو. مصطلحات هذه انا راني موالف بها. اليوم قال تصريحات، تكلم على قائمه المنتخب الوطني، تكلم على كذا وكذا. قبل ما نروح نتكلموا على الجمعيه العامه واش وقع في الوراسي، تكلمنا على ما الكلام اللي قاله رومبو، انت كيف تقرا فيه؟ شوف، الحاجه الاولانيه سيك اليوم بلاسومبلي هاديه رجعنا للشرعيه بالنسبه لي لا ليغ، باش نتفاهموا. باسكو احنا هضروا على لاسومبلي، بغيت نكلمك على التصريح، الفيديو اللي بعثته لك، هذاك اللي قالها، يتكلم مع مسألة على المنتخب الوطني، وقال كلام مباشر، رساله بعثها للبقرة. والله شوف، الحاجه الاولانيه هذا جو سي با، بالك دار بون دار لو ديسكور تاع، ماشي لو ديسكور، لا ديكلاراسيون تاعو اللي دارها جدا من سائق الحافله والمقارنه، الناس اللي قررت على هذه القائمه من عهده اللي ما كانش مباريات متاخره، لكن في اخر دقيقه طرادو ضمن التعديل، وهذا الشيء غادي يكون هو اللي غادي يعاني في البرمجه. ويقول لك بلي ما نزيدش على الموضوع. الجميع يعلم ان اللي كانوا مقربين منه واحد الوقت صبحوا اعداء اليوم، اللي كانوا مقربين منه صبحوا اعداء لذا عين ما رامي طبقوا في اجندا باش اليوم مضور ما يكونش في العهده الجايه تاع الرابطه، وهذا شيء خطير على خطر في بالي رؤساء الانديه هم من يقررون تزكية الشخص المناسب لرئاسة الرابطة. هذه واحدة. لا دوزيام دي شوز، اليوم كي تشوف باللي لا كونفوكاسيون تاع سورتو لو كاتريام جوار، جوبونس باللي هنا تعرف باللي كاين مؤامرة تحاك ضد رئيس الرابطة باش تخسر له البرمجة وباش تحطه في يعني موقف محرج، باسكو انا ليا سي با نورمال. بون تو ا كونفوكي ثلاثه على ليميت، انا نقدر بالك المدراي حضور ميجادال ما عنده حتى معنى، لان مبولحي هو راح يلعب كاع اللقاءات، ومور مبولحي الا ما لعبش مبولحي كاين زغبه اللي راهو يلعب في البطوله السعوديه وعنده خبره اكثر من ميجادال. انا نظن بلي تواجد ميجادال ما راهوش ضروري. علاش قلت لك بلي اليوم القائمه فيها وعليها، وحنا ما حبيناش كيما نقولوا حنا نشوشو، ماشي نشوشو، ولكن كي نمدوا راينا في القائمه قبل انطلاق كاس العرب، يقول لك راهم يحوسوا يشوشوا على الفريق الوطني. لا، نحترموا الخيارات تاع بوغرا، ولكن في النهايه راح يكون فيها كلام، لان بعض اللاعبين يستاهلوا يتواجدوا في القائمه وبعض الاخر ما يستاهل. هذا نظن باللي اليوم رئيس الرابطه شغل لمح انه ما كاش لاعبين محليين في قائمه بوغرا. علاش بوزا لا كيستيون الجورناليست، قال له بوزي لا كيستيون واش راك تشوف في القائمه تاع المحليين، اسكو محليين، اسكو هنا تفهم باللي لو شومبولمون تاع الشامبيونا بلو ماتش روتار تاع البارادو هذايا سي با نورمال. انا نظن باللي إيزون كيما يقولوا كاسي لو شامبيونا، السمانة الجاية تاني يزيد يكون ماتش لو بورتي، السمانة اللي موراها كيف كيف. نظن بلي كي تخلص كأس العرب هذه بالك تكون بكات ماتش رطار، وهذا شيء غير 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 عادي. يعني بلدان واحد آخرين حبسوا كاريمون لو شامبيونا، وبلدان واحد آخرين مازالهم يلعبوا. حنا نلعبوا نص، ماشي نص، نقولوا نلعبوا 90% تاع البطولة، على خاطر لاجل فريق واحد. وعلى بالي بلي هذه مؤامره باش يدخلوا عبد الكريم مدور في حيط فيما يخص البرمجه، باسكو كانت هناك نقولوا بلي مشاورات، وقال لك بلي ما يدوا
خمسه ولا سته من بارادو ما ندومونديوش الروبور، وانا هنا نتساءل يعني نطرح علامه استفهام، لماذا الرابطه تمنح 27 اجازه لكل فريق؟ تمنح عندك 27 اجازه صافي دير بلي كاين حولك اربعه ليكيب ناسيونال، نحولك ثلاثه، عندك 24 لاعب، وراك تقول بلي انا سيون اكاديمي، صافي دير راك غير تخدم في لي جوار ايتو. انا نظن بلي بوكو بلوس مؤامره كو لي جوار هادوك، زعما سي دي جوار كلي ولا كوم ليكيب تاعهم هذيك تلعب نقولوا لو هو دي تابلو، الوغ كو على بالنا بلي سيون ايكيب تو جوست اللي تلعب لو ماتيان. حارس المرمى لما كان قاعد احسن يلعب في الفريق تاعو بارادو باش يدير مباريات، غادي يقعد في البون ما عندوش كاع بلاصه في ليكيب في هاد ليكيب تاع الدارة. انا ليا كان على بوغرا، وهذا رايي شخصي، كان ياخذ مبولحي زغبه وعسله، لانه عسله وزغبه متواجدين في البطوله السعوديه عندهم خبره اللي راهي متوقفه بارك الله فيك، اللي راهي متوقفه وما تبيناليزيش البطوله المحليه، باسكو علاه انا اليوم ما نقدروش نسموه الفريق المحلي ولا المنتخب المحلي، ما نقدروش نسموه المنتخب المحلي الور كو اللاعبين جلهم معظمهم ينشطوا خارج الجزائر فوالا. وعلاش نقول انا باللي لاشان مستوى احسن من هذه كاس العرب، لاشان تاع المحليين مستوى احسن من كاس العرب بارك الله فيك. علاش تشوف ليه بوكو دو 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 داجون جوار وكلش انترميديير يروحوا يشوفوا، باسكو في لاشان تو ديكوفر لي جوار تاع 19 20 طون. انا اليوم كما نشوف ملاعبين تاع 35 و34 ما واش راح تترونسفيري فيهم ولا واش راح، ولكن اللاعبين تاع لاشان علاش قلت لك لاشان سي بلوز انتريسون كو هادي لا كوب اراب. هادي لا كوب اراب نقدر نسميها دوك نقول لك كيف دوره تجريبيه تحسبا لكاس العالم باش يشوفوا وين راهم لاحقين في التنظيم، مجريات اللقاءات، تجاوب الجماهير، هذه على بالنا بها. حاجه اخرى ما باش تقول تفيد المنتخبات المشاركه، ما نظنش بلي راح تفيد المنتخبات المشاركه، باسكو ما هي اللي دوره نشوفوا باليوم لقاءات البارح مستوى كاين لي مستوى تحت المتوسط، كاين لي مستوى ضعيف جدا، باسكو ما على بالك بلي كاين بلدان ما يخفاش عليك سورتو عند العرب راهم في نعطيهم لك راهم يواجهوا في حروب في بلادهم، راهم يواجهوا في مشاكل كبيرة، العراق، سوريا، لبنان، اليمن، لا ماجور تاع ليزيكيب هذوما راهم كما يقولوا يعانيوا مشاكل سياسية اقتصادية اجتماعية كاع في بلادهم. علاش قلت لك مقبلة أنا سي ان تورنوا اللي راح نلقاو فيه كات ايكيب 5 ماستر سعودية الجيري ماروك تونيزي، هذوما لي 5 ايكيب نقول لك يكونوا في لو كاري داس يعني في لي دومي فينال. الله طيب نكملوا الجزء هذا تاع اللي تكلمنا على رومبو الرابطه. اليوم كانت طردوا من فندق الاوراسي، كان عندهم اجتماع تما، كان اصلا ضد الاجتماعات في هذا الزوتيل الكبار، وفرحت انا كنت نطردهم سي بيان، ولكن رومبو الرابطه والمحيط يقول لك بلي الفافيه اللي ما عطاتنا باش نديروا في تماك وعطاونا الموعد وما جابوناش لوتوريزاسيون، ما عرفناش اسكو المشكله عند رومبو الرابطه، ومن بعد نقلوها ايرجون داروها في مقر الفاف. شوف حاجه الاولى انا جوبونس باللي سيدي موسى اجدر، باسكو حاجه تاعنا تاعك ملك للاتحاديه فيه دي سال دو ريونيون كبار ايتو، من الاجدر كان لا ريونيون هاديه ولا الاجتماع اللي داروه كان يندار في سيدي موسى، هذه احسن باسكو ديجا سيدي موسى ضد جمعيه عامه تاع لاسومبلي جينيرال تاع لافاف شحال من خطره وداروها وجاست في احسن الظروف. راك معايا هواري خويا، اني هذه تاع لوتيل انا نضرب لي هذه تبديد اموال عموميه، هذه وحده جمع عند الاداره ولا ما عند رئيس الفاف معين هو يقول لهم ممنوع تشريد الاموال. لا دوزيام دي شوز انا قلت لك رئيس الفاف معين، انا نقول لك باللي شد الطياره مصر قطر راهو داير غير تحواس،
والله ما هو سامع بحاجه الور كو كو نورمالمون باسكو هاد الجمعيه وهادو الصوالح يهمو بالنسبه للاتحاديه باسكو الرابطه هي اللي تجيري في البطوله البطوله اللي راهي اللي راهي مراه تاع المستوى تاع كره القدم الجزائريه. انا اليوم كي نشوف هكذا نعرف اني دوك اليوم هم زادوا عطاونا اليوم دليل دليل اخر على التسيير الاحترافي والكاريزما والتسيير اللوجيستيكي اللي كان المزكي هذاك يزكي في يزكي في الغاشيه هذاك اللي يجي يزكي عنده. اليوم هنا تعرف باللي ها فوالا وجا اجتماع تاع الرابطه يدخلوا للوتيل وغادي يقولوا لهم نو واحد ما علمنا يعاود يخرجوا ويروحوا حتى حتى لدير ابراهيم مقر الاتحاديه. الوغ سا في 2021 انا نظن باللي الرابطه راهي كما يقولوا فيها اورغانيغرام وفيها دي جون بزاف خدامين باش تغيب لهم والاتحاديه كيف كيف نظن باش تغيب لها صوالح كيما هادو. مي كيلكو بار انا جاب لي ربي سي فولي راهي تدخل في عمليه تحطيم عبد الكريم مدوار. وانا ما انما نجيك من الاخر خويا ابراهيم انا تعرف لست تابع لي اي تعرف حتى رومبو الرابطه هو بصراحه نهاد صوالح هو اللي طيح من كان قيمته هو اللي شكر عمارة الفاف وقال بلي عنده برنامج عالمي هو اللي مبطح الزطيوش هو اللي مبطح لعمارة الفاف والان راهي ياخذ في هذه الضربات ومع المقربين تاعه وحنا لسنا ضد ترشحه او مع بقائه من اي دهله في بقائه شوف انا اصلا تاعي هي لافاف هو يقعد قاعد غير العصابه هو يقعد لما يروح سما مع ديرونجي لانه اصلا الرابطه ما يديرونجيش تاع برمجه هو اللي باش نفهم باش نفهمك مادام الرابطه خلاو لها البرمجه هذا ما كان عندك غير البرمجه وتسيير البطوله صافي دير ما عندك حتى بريروغاتيف نقصوا لك الاربيتراج خاطئ الاربيتراج خاطئ صح نقصوا لك كاع الصلاحيات. انا نظن بقاء مدور ولا قدوم رئيس رابطه واحد اخر نفس الشيء. انا نظن بلي نفس الشيء. انا نقول لك انا تهمني كيما انت انا تهمني الاتحاديه وتهمني الازلام اللي راهم يديروا في ليزافير ويديروا على ظهر الفريق الوطني. اما الاتحاديه كاين شحال من رئيس رئيس نادي اللي راح كيما يقولوا يصوتوا في الاجتماع على من يزكي على يزكي واحد يعني بالتصويت اللي راح يسير البطوله هذه اللي راهي 2021 2022. دوك علاش قلت لك دخلنا في لينورم اليوم يعني راح ندخلوا في لينورم علاه راح يكون رئيس منتخب. ماني داير فيك مزيه ما راك دايرني فيا مزيه. الرؤساء الا داروا الثقه في مدوار الله يسهل عليهم الا داروا الثقه في واحد اخر الله يسهل عليهم. شرط انه تكون يكون الانسان ينتخب بطريقه شرعيه وخدمه لمصالح كره القدم ماشي خدمه لمصالح البعض باسكو علاه كاين ازلام راهم حابين يحطوا صاحبهم عم يحبين يحطوا صاحبهم على راس الرابطه باش يروبورتيو لي ماتش كما كانوا يحبوا يروبورتيو لي ماتش باش يديروا واش يحبوا في البرمجه اللي يقلب رجع هذا جيب هذا ما تلعبش بالاربعاء لعبني بالجمعه لعبني بالخميس وهذا سبب ضرر لفرق واحده اخرى. انا اليوم نقول لك بلي الانتخابات اللي راهم جايين راح نشوفوا فيها واحد الصراع بين مترشح تاع عصابه سيدي موسى وبين عبد الكريم مدور. ومن بعد هنا كما يقولوا بيان سور الكلمه الاخيره تعود للتحالفات ورؤساء الانديه مع من يمشي. انا نظن بلي رومبو ماكر لاقصى درجه. شكرا خويا ابراهيم ربي يحفظك الله يسلمك ان شاء الله حبيبي اخرى باذن الله تلاقاو في ساعه الخير ان شاء الله.